صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حنوعدكم مع ايت سمارت، واليوم ناتالي ياغي بدها تحكي لنا عن سلامه الغذاء ببيوتنا. صباح الخير. هاي ستيفاني، كيفك اليوم؟ الحمد لله. وانت؟ هديك المره حكينا عن سلامه الغذاء برات البيت، صح. اليوم بالبيت، يعني اوقات الواحد بيتسمم بالبيت، من اكل البيت. من اكل البيت. مزبوط. اوقات كثير يمكن خاصه هلا الكهرباء عم تنقطع، ومش دائما بنحافظ على حراره سليمه ببراداتنا، غصب عنا. اكيد غصب عنا. هلا فينا نتاقلم ستيفاني يعني بهالوضع هيدا، ونقدر قد ما فينا نخفف من الريسك انه يكون التسمم الغذائي ناتج عن ماكولات نحن محضرينها ونحن منتبهين لها بالبيت. خلينا اول شيء نشوف قديش اهميه يكون عندنا ميزان للبراد وللفريزر. هلا مش بالضروره كل الاشخاص يكون عندها ميزان تقدر تضلها تراقب حراره البراد والفريزر، بس هي بتكون افضل طريقه تنكون اكيدين من انه الماكولات اللي نحن حاطينها بالبراد او بالفريزر هو سيف. بالاجمال لازم البراد ما تطلع حرارته فوق 8 درجات، وعم نحكي نحن هون عن المأكولات اللي بتنحط بالبيب، لأنه البيب عادة نفتحه كتير ومنسكره، وهو المحل بالبراد اللي أكتر شيء بيتعرض لتغيرات بالحرارة. دونك هيدي أول نقطة. هلا 8 ليميت منه مفضل، حرارة مفضلة بالحالة اللي نحن فيها مع انقطاع الكهرباء كذا مرة بالنهار وخاصة بالليل لفترة أطول. قدي لازم تكون الحراره؟ يعني هولين رح احكي عن الموضوع، إيه بس تكفي النقطه اللي كنت عم بحكيها ستيفاني عن حراره البراد. الفريزر اللي افضل قد ما فينا يكون مش صفر، تحت الصفر. هلا ايديال يكون بالماينس 20، بس قليل تا نقدر نحافظ على هالمعدلات هي. هلا شو لازم نعمل اذا نحن الكهرباء عم تنقطع؟ اهم شيء نعرف انه البراد إذا انقطعت الكهرباء في أكثر من 4 ساعات صار في ريسك على المأكولات اللي موجودين بالبراد. حتى المهم بالبراد ولا الفريزر كمان؟ نحكي براد. أوكي. أوكي، عم نحكي عن البراد. بالإجمال المأكولات مثل اللحمة، مثل الدجاج، مثل السمك، مثل البيض، هيدي شغلة كثير بنتغاضى عنها، البيض ما بعرف بنفكر إنه سيف البيض. مزبوط. الليفت أوفرز إذا عندنا أطباق حطينا بالبراد، الأجبان بدنا ننتبه، نحن أجبان بناكل كثير أجبان بيضة، والأجبان البيضة بالإجمال ما بتضاين قد الأجبان الصفراء أو اللي بتكون أنشف إذا فيني أقول. دونك هيدي شغلة بدنا ننتبه لها. إذا البراد بقي أكثر من 4 ساعات متواصلة بلا كهرباء في ريسك، وهون كمان المطاعم بدهم ينتبهوا لهالنقطة هاي. هلا بالإجمال المطاعم يمكن عندهم باك أب براد أو إلى آخره، بس هيدي نقطة كتير أساسية كرمال تا يضلوا المأكولات سيف. من بعد هال4 ساعات بالإجمال الحرارة بتصير كتير خطرة. هلا في أشياء فينا نرجع نطبخها ونرجع نغليها، بس مثلا الرز ما لازم نتركه. الرز بنفكره انه it is safe. بالرز في نوع معين من البكتيريا، اذا بقي الرز اكثر من يومين وعلى حراره منا كثير سليمه، الرز ممكن انه يعمل هو بحد ذاته تسمم غذائي. ونحن كثير عندنا اطباق فيها يخاني وفيها رز نتناول، البرغل اقل يمكن من من الرز، ولكن بالاخص الرز بدنا ننتبه. هلا شو فينا نعمل؟ لانه ما رح نقول اوكي هذا، لانه بنصير بالاخر بنصير نخاف من البراد. لا، بدنا ننتبه انه اذا فينا مثلا نخلي دائما اوعيه فيها ثلج، يعني نحط بالثلاجة علب ثلج، وبس تنقطع الكهرباء ننزل هالعلب الثلج نخليهم نحطهم بمحلات بالبراد كرمال تا يضلوا يمكن شوي حافظوا على حرارة البراد اللي لازم تكون واطية. دونك هيدي طريقة نقدر نحافظ على حرارة معدلات واطية بالبراد. شغلة تانية كمان فينا نعملها، الأشياء اللي ما بدنا إياها ناكلها بيوم او يومين دغري نبعتها على الفريزر، لانه هلا رح تشوفي ستيفاني الفريزر بضله سيف اكثر من البراد. دونك الاشياء اللي منا اكيدين رح ناكلها بزيت النهار نحطها على الفريزر بالفريزر، اوكي، وهي بس تجلد، هي بحد ذاتها الماكولات بس تجلد بتحافظ على حراره واطيه. مشان هيك الفريزر، دونك حكينا عن البراد قد ايه الليميت الساعات، الفريزر بالاجمال اذا كان مليان الفريزر يعني فل
بضل 48 ساعة بضلوا المأكولات فيه سيف. هيدي شغلة كتير منيحة، ما بعتقد قليل المحلات اللي عم تنقطع الكهرباء هالقد فترة طويلة. إذا كان الفريزر نصه ملين، لأنه ما تنسي المأكولات هن بيساعدوا على المحافظة على حرارة واطية، إذا كان الفريزر نصه ملين بضاين أقل، بضاين 24 ساعة. أهم شيء ما نفتح باب الفريزر ونكون أكيدين أنه أساساً الحرارة بقلب الفريزر هي سيف تمبريتشر، يعني تقريبا حوالي خلينا نقول ماينس 20 هي ايديال اذا فينا نقول عن معدلات حرارة. هلا شو فينا نعمل اذا انقطعت الكهرباء لفترة كثير طويلة؟ كمان نفس الشغلة البروسيجر، نحن بنحط ثلج هلا بالصيفية خاصة نستعمل كثير ثلج. خلينا اذا عندنا محل نحط يعني تابرويرات او علب فيها ثلج، نخلي هالعلب هاي هي تساعدنا انه نحافظ على حراره واطيه. بما انه قلت الثلج، بيصير له شيء اذا راحت واجت الكهرباء اذا حاطين ثلج؟ اذا بعده ثلج ما بيأثر حرارته، اذا شوي داب ورجع مش مشكله. المهم انه هالعلبه الثلج اللي نحن حطينا اكيد حسب حجم الفريزر، هيدي علبة الثلج رح تساعد الفريزر انه يضل بمعدلات سليمة. أوكي. هلا اوقات كثير بنلاحظ انه في بعض المأكولات دابت، يعني الاكل اللي بيضل مفرز يعني من بعد في ثلج، بعد مثلا الخضره بعدها جامده ما هيك دابت، اللحمه نفس الشيء، الدجاج نفس الشيء، وننتبه كثير من اللحمه الناعمه المفرومه اللي ممكن انه نفرزها لانه بتتعرض لبكتيريا اكثر من غيرها. اوقات بنحط راس كبه كمان 100% اللحمه هولي بيدوبوا بسرعه. ايه هولي بدنا ننتبه، اذا دابوا لازم نكبهم ما لازم نتركهم، نرجع نطبخهم في ريسك انه ما نطبخهم بطريقه صحيحه، وممكن هن حتى اذا طبخناهم هلا اذا كانوا كثير سخنين وما خليناهم لفتره طويله يعني بحراره بمعدلات حراره منا سيف، ممكن انه نطبخهم ونرجع نستعملهم، بس اذا دابت هالاشياء هاي لازم يعني نتلفها لسوء الحظ، لانه هي ممكن انه تكون سبب للتسمم الغذائي. حتى اذا بعدين طبخناها في اشياء ما بنطبخها بطريقه كافيه تقتل كل البكتيريا اللي ممكن انه تضرنا. دونك اذا في مثلا شقف لحمه بيفتاك او دجاج او يمكن مش مطبوخين اوكي مطبوخين او مش مطبوخين، اذا بقيوا فروزن، اذا بقيوا يعني بعدهم متلجين ما في ريسك، فينا نرجع نحطهم بالفريزر. واذا ديبوا لازم دغري نطبخهم، يعني مثلا اذا بقيت قطعه اللحمه ما فينا نرجع نفرزها، كثير غلط نرجع نفرز الاشياء اللي دابت. مشان هيك عم بقول الاشياء اللي بتدوب لازم اذا منا صار لها كثير زمان اكثر من ساعه دابت فينا نطبخها، اذا صار لها اكثر من هالمعدل هيدا لازم نتلف هالانواع من الماكولات. هلا اذا عاملين مثلا صينيه ما بعرف نوي او بعدها متلجه فيها كريم، اذا متلجه تسيف فينا نرجع نتركها بالفريزر، واهم شيء نقدر نكون عارفين قد ايه حراره الفريزر تبعولنا وانه نكون محضرين حالنا للاشياء اللي ممكن انه تساعدنا تحافظ على حراره واطيه. الدجاج انا كثير بخاف منه اكثر من اللحمه، ما بعرف ليه. اذا حاطينه بالفريزر يمكن مثل قصينهم شقف صغيره اوكي، يمكن في ريسك اكثر من اذا ديبو. اذا ديب. إيه اكيد نقطه كثير اساسيه هي اذا الاكل ديب او لا، اذا ما ديب يعني بعده حرارته منيحه، خاصه الريسك هو بيكون على البارتي مثلا الاكل اللي بقلب شقفة الدجاج او الطبق. دونك اذا بعدها مجلده بعدها فينا ناخذها ندوبها بالبراد ونرجع بعدين نطبخها مزبوط على حراره تكون ستيمينج هوت، نطبخها يعني تكون قلب الدجاج او قلب شقفه الدجاج او شقفه اللحمه تكون على حراره على القليله فوق 70 درجه، يعني عم نحكي نحن هون عم اذا طبخه عم تغلي، اذا
شقفة لحمة ما بقى عم بتطلع سائل ملون دونك هولي اشياء الدجاج اذا كانت مثلا فخذ بسهوله اللحمه بتنشيل عن العظمه هولي اشياء بيدلوا انه هل نوع من اللحمه انطبخت بطريقه سليمه اهم شيء شو ما كانت اللحمه اذا كانت نيه خاصه اذا كانت دجاج عم تساليني عن الدجاج لانه بنخاف من الدجاج لانه ممكن يحتوي على سالمونيلا اهم شيء ما يكون ديفروستد وهون ايه وبس نشتري اوقات من السوبر ماركت لاحظت شغلة هن أوقات مثلا بيعملوا لحمة مفرومة بيحطوها بالبراد هن بيحطوا السعر عليها وبيكونوا حاضرين مش نحنا منوصي عليهم أوكي. بيكون هن ديجا عاملين ديفروست لللحمة لحمة وبيفرموها وبيحطوها بالبراد إذا حطينا بالبراد إتس سيف الجواب بعد هالوقت أوكي تنرجع نحكي عن اللحمة إذا بالسوبر ماركت عاملين لها ديفروست وعملوها لحمة مفرومة وحطوها بالبراد نحن بنشتريها هل فينا نرجع نفرزها ولا لازم دغري نطبخها هلا مبدئيا بكل المحلات اللي بيبيعوا لحمة مفروض يكونوا عم بيتبعوا يعني الستبس أو يعني طريقة تحضير اللحمة بطريقة سليمة يعني هيدي شغلة بعتقد ثلاث أرباع المحلات اللي بيستعملوا يعني بيبيعوا لحمة نعم مفروض انه اذا عم بيعملوا ديفروست للحمة يعملوا لها ديفروست على حرارة تحت الخمس درجات دونك اذا هن طحنوها اذا كل اللحامة هن بيطحنوا اللحمة وحطوها بالبراد نحن فينا نرجع نعمل لها فريزينج لانه أوكي. بتكون الحرارة ما وصلت للحرارة الخطيرة هو اهم شيء انه ما تكون لحمة مفرومة بقيت لساعة على تمبيراتور فوق الحرارة فوق الخمس درجات لساعة ساعتين ورجعنا نحن بعدين فرزناها لازم نطبخها نخليها لأنه شو بيصير البكتيريا بتتكاثر إذا تكاثرت البكتيريا تنقتلها الطريقة الوحيدة تنقتل البكتيريا الموجودة باللحمة هي أنه نطبخها لحرارة تقتل البكتيريا اللي ممكن أنه تكون مضرة مشان هيك البرجرز بالإجمال مع انقطاع الكهرباء ليه خطر ليه أخطر نوع لحمة لأنه لحمة مطحونة ولأنه إذا ما انطبخ قلب البرجر منه فولي كوكت بيصير ويلدان لازم يكون exactly well done مشان هيك اللحمة المفرومة إذا كانت ديفروستد عند اللحم مش غلط مهم أنه يكون هو تبع هالبروسيجر هاي فينا نرجع نفرزها بس إذا عنا دود خلينا دغري نطبخها ونفرزها مطبوخة بعدين أوكي دونك هيدي بدي أسألك عن البوزة نتالي هلأ كلنا بنحب البوزة بناكل بوزة وأوقات نشتري البوزة بكميات بالكيلو نص كيلو بنحطهم بالفريزر شو بيصير أوكي. فيهم؟ هلا الأشاير إنه البوزة دابت ورجعت فرزت هي بيكون على وجه البوزة مثل آيس كريستلز يعني بيكون في هيك كوش بيضة ثلج هيدا دليل إنه البوزة دابت ورجعت تفرزت دونك هيدا ريسك خاصة البوزة اللي بتكون فيها حليب وبيض في روستات بيحطوا لها بيض دونك إذا كانت البوزة عندنا بالبيت عم نحكي ما عم نحكي عند برا إذا البوزة لقيناها على وجهها وفي كتير تلج 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 يعني مي أفضل ما نتناولها نكبها لأن ما فينا نسخن البوزة أوكي. دونك البوزة اللي بتكون دابت ورجعت عملت هالنوع من الكريستو لازم نكبها ما لازم نكتر لا. أصلاً نحط مزبوط. بالبراد بالإجمال أفضل طريقة أنه نحافظ على سلامة مأكولاتنا هي هلأ خاصة بالوقت الحاضر عم تنقطع كتير الكهرباء ما نكتر إشياء ونحطها نكدسها بالبراد أو بالفريزر لأنه مع انقطاع الكهرباء أكيد رح يكون في مأكولات رح نضطر نتلفها اللبنة أوكي اللبنة بالإجمال بكل بيت في لبنة مزبوط كمينة ما نشتري كمية كتير لبنة واللبنة بالإجمال إذا ما أهم شيء مندوقة مندوق مش بس اللبنة نتسمم مندوق غير مأكولات تنشوف إذا منيح ولا لا أول شيء فينا ننتبه على الريحة إذا ريحتها بشعة أو ريحتها مغيرة إذا في مثل نوع من هيك كوش مغير لونها التكستير تبعيتها مغيرة هولي أشير إنه اللبنة منا منيحة أو حتى غير أنواع من المأكولات مندوق تنشوف إذا منيحة ولا لا نشوف الطعمة يعني صح أوكي. إذا عندنا كم
كمية لبنة فينا نعمل لبنة مكعزلة ونكبسها بالزيت. اللبنة المكعزلة المكبوسة بالزيت بتضاين أكثر. أكيد بدنا نحطها بالبراد، خاصة هلا كثير عم بيكون شوب، أفضل إذا فينا نحطها بالبراد. هيك بهالطريقة اللبنة ما بنكبها وما بنتناول أكيد لبنة منزوعة. كمان آخر شيء إذا في عندنا مكدوس أوقات تعمل كوش صح. عليها المربى أوكي. نفس الشيء كوش صغيره فينا نشيلها ونستعمل. هلا انا هذا الموضوع حكيت عنه عن المربيات المكدوس، سؤال كثير مهم لانه اوقات بنكون عاملين مرتبين واشتغلنا عليه. ورب البندوره كمان مزبوط. الاشياء المعفنه فهو عفن بالنهايه مزبوط. مهم انه اذا كثير سميك الكوش لازم نكب كل المرتبين اوكي، ان كان مكدوس او رب البندوره او حتى المربى. هلا اذا كانت في محلات معينه مهم انه ناخذ تقريبا حوالي 2 سم من تحت هالمحل خلينا نقول اللي عفن. في عليه عفن ونكبه. وكثير مهم انه محل العفن ما يدق بقيه يعني المربى او المكدوس مثلا أوكي. اوكي. واللي فينا نعمله اذا كان مربى مثلا اللي باقي فينا نرجع نغلي ونرجع نحطه من المرتبين، هيك بنكون اكيدين انه اذا كان في ريسك بنكون تخطينا بكتيريا. ما في شيء اسمه ريسك زيرو اوكي. بنحاول قد ما فينا نخفف الريسك. المكدوس اذا في عفن كثير على الوجه لازم كل المرتبين نكبه. ميرسي ناتالي على المعلومات. هاف ا نايس داي. وللمشاهدين مشاهدينا وقفه وانا بشوفكم بعد شوي بنيتشر.